في لحظة تاريخية ممزوجة بعبق الذكرى 56 لعيدي الاستقلال والشباب، ووسط حضور منقطع النظير، في ليلة كان كل شيء فيها حاضرا ببلدية ولا الخضير، وحضرت فيها أسماء زينت المشهد الختامي للطبعة الخامسة للمنشد الصغير التي حملت شعار بلبل الجزائر تغرد ولمصر نبينا تنشد، التي دأبت جمعية الفيحاء بولا الخضير على تنظيمها كل سنة ابتدأتها انتظاما قبل 5 سنوات. اليوم أصدر الستار على مسابقة المنشد الصغير في طبعته الخامسة تحت الشعار بلابل الجزائر تغرد ولمصر نبينا تنشد. طبعا هذه المسابقة مرت بمراحل تصفوية، حيث كان عدد المتسابقين ما يفوق 250 متشارك، حيث هذا العام انضمت إلينا بلدية القصابي كبلدية جديدة على غير باقي البلديات التي كانت قديمة. إذن فنتمنى من الله العلي القدير أن يوفقنا إن شاء الله في طبيعات قادمة، ونتمنى ونسعى نحن نسعى دوما وجاهدين إن شاء الله أن تكون هذه المسابقة جهوية ولما لا وطنية. وبهدف اكتشاف المواهب الصغيرة في مجال الإنشاد، يسعى القائمون على هذا المشروع لإعطائه بعدا ثقافيا وفقا لرؤية ذات أهداف مرتسمة ارتكزت من خلالها على دعم الفاعلين في المجتمع، تتصدرهم بلدية ولا الخضير التي رأت المشروع وساهمت في دعمه لإخراج الموهوبين للعلن ومرافقتهم لتحقيق أهدافهم. بالعيد الوطني للاستقلال والشباب، شكرا لكم مجهوداتكم الجبارة التي تبذلونها وبذلتموها سابقا من أجل التوثيق، كما لا أنسى أن أشكر جمعية فيحاء التراث الأصيل على إحياء هذه الليلة المباركة تزاوجا مع بلدية ولا الخضير، حتى نكون كباقي تراب المعمورة أن نحتفل بخمسة جويلية التي ضحى من أجلها أجدادنا وأباءنا وأمهاتنا، فلكم الشكر ونتمنى لكم التوفيق. حفل المنشد الصغير لهذا العام لم يكن كسابقه، حيث شهد حضورا نوعيا لأسماء تركت بصمة واضحة في مجال الإنشاد على غرار نجيب عياش الذي توج بلقب منشد الشارقة وكان خير سفير للجزائر في هذا المجال، بحيث أطرب الجمهور الحاضر بأناشيد تفاعلوا معها كثيرا. الشكر موصول لجمعية الفيحاء الفنية على هذه المبادرة الطيبة المتمثلة في يعني إحياء وتنشيط مسابقة في مجال النشيد، يعني وما شاء الله يعني كانت مسابقة ناجحة بامتياز، حضور يعني أيضا مميز، ونبارك للمنشد الفنان الحائز على المركز الأول المنشد ضياء الدين من بلدية تمودي. الحفل شهد أيضا حضور النجم الذي سطع نجمه في ظرف وجيز واستطاع أن يجسد أفكاره من خلال الإنشاد، إنه عثمان بن سعد الذي كان إضافة حقيقية في الحفل من خلال باقة من الأناشيد تركت صدى وإيقاعا تجاوب مع الجمهور في كل فصل من فصولها. بالنسبة لمسابقة المنشد الصغير كانت طبعة الخامسة كانت جد ناجحة، تمتعنا بالأصوات 10 اللي شاركوا في المنافسة هذه، وما شاء الله يعني المنافسة كانت جد شرسة، الأصوات كلها في القمة. أشكر بالمناسبة جمعية الفيحاء وفرقة الفيحاء اللي صبرت طيلة هذا المدة يعني وهذا المستوى من الأداء ومستوى هذا من التحضير، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، حد موفق للجميع إن شاء الله. لم تكن الطبعة الخامسة مميزة وفقط، بل أرادتها جمعية الفيحاء أن تكون نوعية ككل سنة، حيث توسعت المسابقة في هذه الطبعة لتشمل بلدية القصابي بعد أن كانت تضم بلديتي ولا الخضير وتمودي. المشاركون في المسابقة كان لهم دور كبير في إنجاحها،
ولجمعية الفيحاء الفضل كل الفضل في تسليط الضوء على هذه الأصوات الشابة. وبمشاركة أكثر من 250 متنافسا تأهل 30 مشاركا شاركوا في البريمات الخمسة النهائية التي أقيمت في كل من بلدية أولى الخدير القصابي وتمودي. استطاع المنشد ضياء الدين كيحل من بلدية تمودي أن يفتك المركز الأول ويتوج بلقب المنشد الصغير للطبعة الخامسة، فيما احتلت المتنافسة بادي مرضية المركز الثاني والمتنافسة موسى فوزية المركز الثالث. للإشارة فإن بلدية تمودي تنتزع عن جدارة لقب المنشد الصغير للمرة الثانية تواليا. الحمد لله على توفقي في هذه المرحلة، وأنا أشكر جمعية الفيحة وأشكر أبي وأمي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الطبعة الخامسة للمنشد الصغير إذن كانت نوعية باقتدار في ختامها، وينتظر جمعية الفيحاء تحدي جديد في الأعوام القادمة لرفع رهان النجاح الذي يتوقف على مساهمة الجميع في احتضان هذا المشروع الذي يبدو أن النجاح كتب له حتى قبل أن يولد.